وللحديث عن تحويل نظام الأسد ملف الكبتاغون وتهريبه إلى ورقة ضغط يستخدمها لإعادة تدويره والتطبيع معه عربيا. معنا من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الورد، كل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير. أستاذ أحمد، بالتزامن مع إعلان البيان السعودي، ماذا يعني إعلان الجيش الأردني إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة قادمة إلى الأراضي أراضي المملكة من الجانب السوري؟ بداية، يعني حتى الآن لم يحاسب نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري من المذابح والاغتصابات والكيماوي وغيرها، رغم الإدانات العديدة، رغم أن الولايات المتحدة كذلك سنت قانون، سمته قانون المخدرات، ووضعت بشار الأسد وبديع الأسد وكمال الأسد وماهر الأسد والزعيتر وحسن دكو وغيره من قادة منظومة المخدرات، يعني على طاولة البحث وعلى العقوبات الدولية بشكل كبير. يعني بفضل هذه عدم المحاسبة أصبحت سوريا دولة عظمى للمخدرات، أصبحت المخدرات هي شريان الأساس من أجل تثبيت هذا النظام في الدولارات. عدا عن ذلك، تم استغلال هذه المخدرات كسلاح فعال ضد دول الجوار، ضد الأردن، ضد لبنان، وبالتالي العربية السعودية التي تعتبر الأردن وتعتبر لبنان هي ممر من أجل المخدرات. ورأينا بأن المملكة في آخر في كانون الأول 2022 منعت استيراد كل الفواكه والخضار من لبنان، لأن البرتقال والليمون والرمان، يعني عندما تم اكتشاف شحنة الرمان بالأمس، هناك اكتشاف للمخدرات الكبتاغون ضمن البطاطا. الأردن الذي بدأ بداية في التطبيع مع هذا النظام وظن بأن فتح معبر نصيب بأنه يضر له الأرباح، ولكن كانت المخدرات هي الأساس، ولا يمكن لهذه المخدرات أن تعبر بكل هذه السلاسل على طول الحدود الأردنية واللبنانية لولا أن هناك عصابات منظمة وميليشيات قوية كالفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية هي التي تسهل دخول المخدرات وبالتالي إلى السعودية. أما بالنسبة للأردن والإعلان بالأمس على اكتشاف، فليس أمرا جديدا، فكل فترة نرى بأن هناك يتم القبض على مجموعة من المهربين المخدرات المدعوم من قبل الميليشيات الإيرانية، ولن تكون الأخيرة، وخاصة بأن المملكة حاولت ومن خلال البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة فيصل البغداد إلى جدة، تم يعني دراسة بند المخدرات، لأن المخدرات هو عملية ابتزاز للدول العربية المجاورة. طيب أستاذ أحمد، وفق هذه الصورة، يعني الأهداف وفق هذه الصورة، الأهداف التي يبنى أو يبني التطبيع عليها مع نظام الأسد، هل تستحق المغامرة بإعادة العلاقات مع إمبراطورية الكبتاغون التي تحولت إليها سوريا اليوم ودولة تسرح وتمرح فيها الميليشيات؟ يعني الأهداف التي يريد التطبيع منها، هل تستحق أن تتعامل مع دولة بهذا الشكل؟ يعني للأسف هناك رغبوية كبيرة في هذا الشأن من قبل بعض الدول، ورأينا اليوم سامح شكري وزير خارجية مصر يعني وضع شروطا، يعني العودة إلى الجامعة العربية أو عودة العلاقات مشروطة بتنفيذ القرار 2254 وباقي القرارات الدولية، رغم أن نظام الأسد والروس والإيرانيين حاولوا تفريغ هذا القرار من مضمونه، إلا أنه يبقى أساس للحل. ولكن يعني لا أتوقع بأن النظام الأسد هو اليوم يسيطر أو حاف بشار الأسد يسيطر على القرار في سوريا بشكل كامل، فهناك دويلات وإمارات عديدة، لكل ميليشيا لديها سياسة خاصة، لديها اقتصاد خاص، لديها معامل كبتاغون خاصة كالفرقة الرابعة وميليشيات فاطميون والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني الذي سيطر على كل المنطقة المحاذية للبنان من أجل سهولة التصدير وسهولة صناعة الكبتاغون وبالتالي يعني التصدير، ويعني
الأبحاث العالمية والتقديرات قدرت بأن 7 مليار دولار هو قيمة المخدرات أو الكبتاجون الذي يصدره نظام بشار الأسد، وهذا ما يعادل 3 أضعاف الدخل القومي لهذه الدولة، دولة الكبتاجون. لذلك رأينا أن الولايات المتحدة وتبعتها المملكة المتحدة أو بريطانيا سنت الكبتاجون و جرمت عدد كبير من عناصر أو دائرة ضيقة حول بشار الأسد، ولكن لا أتوقع بأن المملكة أو أي دولة تحاول، وقد سبقت الأردن وجربت هذا الموضوع بأن تحاول أن تمنع تصدير الكبتاجون أو المخدرات الذي هو سلاح قاتل ضد الشعب العربي في الخليج وخاصة العربية السعودية. هنا الاتفاق بين السعودية وإيران الذي تم مؤخرا، هل يمكن البناء على هذا الاتفاق بأن يتحسن أو يضبط سلوك الأسد بالوقت الذي تتحدث فيه تقارير اليوم عن الأسلحة التي تمر من إيران إلى السعودية عبر الحدود العراقية البرية إلى سوريا؟ ما أتوقع أنا بأن أي اتفاق هو فاشل مع إيران ومع نظام الأسد. هذه ليست دويلات، هذه عبارة عن عصابات تقوم تمتلك أو تخطف بلد، ولكن أتوقع بأن حتى تمشي هذه الأمور يكون هناك بعض الشكليات. اليوم نظام الأسد كما يعني تم تسريب بعض المعلومات بأنه يحاول تبديل عناصر الضابطة الجمركية وبعض المسؤولين في الحدود من أجل إرسال رسالة بأننا سنغير، معنى يعني كل هذا يعني بأنه هو الذي يضع من يهرب هذه المخدرات ومن يساعد في تهريب هذه المخدرات. أتوقع بأن الأمور لا تتضمن نهائيا المضمون، ولكن ربما يكون هناك بعض التبدلات الشكلية والظاهرية التي لا تمس جوهر القضية نهائيا. سيبقى الكبتاجون يعني لن يتخلى نظام بشار الأسد وعصاباته والميليشيات الإيرانية عن هذا المصدر الكبير من الدولارات ومن العمل الصعب، رغم ذلك لأنه يبقى يبتز دول المحيط ومنها المملكة العربية السعودية والأردن بتجارة المخدرات. أستاذ أحمد، هنا لماذا تغض أمريكا والمجتمع الدولي الطرف عن صناعة الكبتاجون والمخدرات في سوريا بالوقت الذي كما ذكرت وتؤكد تقارير أن 7 مليارات دولار مبلغ كبير ورقم كبير، بالتالي كمية ما يمكن إنتاجه من هذه المواد المخدرة كميات مهولة، لماذا يتم يعني التغاضي عن هذه الصناعة؟ يعني حتى الآن الولايات المتحدة التي لا توجد لديها سياسة قوية في المنطقة، ورأينا الانسحاب الأمريكي من كل المواقع في المنطقة العربية، خاصة حتى الآن نظام بشار الأسد يسرح ويمرح رغم القرارات الدولية، رغم إدانته في الكيماوي الذي هو يعني جريمة ضد الإنسانية لم يتم محاسبته، رغم ذلك بأن الضغوطات الروسية والضغوطات الإيرانية هي التي تجعل نظام بشار الأسد يلتف حول العقوبات الدولية ويتهرب منها، ونتيجة ذلك بأن الدول العربية لم تكن جادة بشكل كبير. بدل أن يتم سحب هذا النظام إلى محكمة الجنايات الدولية، يتم سحبه إلى جامعة الدول العربية خوفا منه وطمعا بكرمه من أجل تخفيف كمية الكبتاجون إلى هذه الدول، أو ربما يعطي شيئا للشعب السوري. حتى الآن القرار الدولي 2254 لم يتم تقديم أي شيء في هذا المضمار، رغم انخراط المعارضة السورية ومجلس الأمن في اللجنة الدستورية وفي غيرها من المحاولات التي تريد من نظام بشار الأسد أن ينخرط بالعملية السياسية. ولكن لا ينتظر تطبيق أو يطبق النظام قرار 2254، لا ينتظر منه أن يطبق أو ينخرط في هذا القرار؟ لا أتوقع ذلك بشكل أو بآخر إلا بالضغوطات المجدية
الكبيرة التي ربما يطبقها المجتمع الدولي إن أراد ذلك. يعني لا توجد إرادة دولية من أجل تطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مجرمي السيماوي والكبتاجون وقيصر وغيرها. نعم. حتى الآن رأينا بأن يعني المجتمع الدولي وكأنه وجد في الزلزال فرصة كبيرة من أجل أن يخلص نظام بشار الأسد من التزاماته ومن القوانين التي فرضت عليه، وبدأوا بإغدار الأموال عليه والمساعدات الإنسانية وتوقيف العقوبات الدولية لمدة 6 أشهر. وحتى الآن لم نرى المناطق المتضررة في الزلزال فعليا، مناطق الشمال السوري، بأنها تلقت شيئا من هذا النظام. نعم. إذن هذا النظام يعني يجعل المجتمع الدولي يقدم له الخدمات ويعيده إلى جامعة الدول العربية، ولكن لا أتوقع بأن الأمور ستمر حتى النهاية بهذا الشكل. سينكشف كذب وخداع هذا النظام من وراءه إيران وروسيا. من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.